جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا، قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا، خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا، والدعم المطلق نبذله للشعب. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبين أو يبين، نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد، لا المؤبد
من الوفا يهزنا يهزنا عزنا.